سلام الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معي في القناه. الفيديو ديال اليوم البنات، كيف ما كتشوفوا انا في الحمام، مهم وقتاش ما كنكون في الحمام، اما كنكون غنوجد راسي واما غادي ندير شي وصفه. اما الفيديو ديال اليوم البنات راه غادي يكون على وصفه، غادي نديروا واحد الماسك البنات اللي هو زوين بزاف 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 البنات، كيرطب الوجه، كيحارب التجاعيد، ولكن الا ذوبنا عليه مزيان 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 زعما دائما دائما دائما. المهم اول حاجه كيف ما كتشوفوا البنات، كتشوفوني وجهي انا راني دايره الماكياج، غادي نديماكي وجهي البنات هو الاول، دونك غادي نديماكي وجهي بهاد لوميسي سوليسيون ميسيلير ديال غارنيي، هذا مع القطن بحال هكا باش غادي نحيد هاد الماكياج كاع كامل اللي على وجهي. دونك غادي ندير في القطن بحال هكذا وغادي نديماكي وجهي. وعلى البنات ملي تكونوا كتمسحوا عينيكم ما تبركوش بزاف على شفرانكم باش ما يتنسلوش، غير هكا حطوا القطن بحال هكا وبقاو طابوطيو هكا على عينيكم هكا بشويه بشويه باش كيفزقوا الشفران ديالكم الا كنتو حاطين الماسكارا، ومن بعد جروا بحال هكا بواحد شويه بحال هكا باش ما تنسلوش الشفران ديالكم كاملين. المهم دابا انا غادي نديماكي وجهي بحال هكا وغادي نرجع لكم باش نغسل وجهي وباش نحضروا الماسك بجوج بينا بجوج بينا زعما كاملين. ومن بعد ما ديماكييت وجه البنات كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ هذا الغسول هذا ديال الوجه، هذا بيوري وشاربون راني ديجا كنت دويت لكم عليه، مع هذا لابغوس هذه البنات اللي كتجي بحال هكا، غادي نفزق وجهي ومن بعد غادي نبدا نحك وجهي باش نحيد كاع الا مازال شي اوساخ ولا شي مكياج مازال عندي في وجهي. فوالا البنات كيف ما كتشوفون، بعد ما غسلت وجهي نقيتو حيت المكياج، من بعد غسلت وجهي. دابا البنات غادي ناخذ هذا القماش هذا من لوريال، هذا قماش اكلا سورس دو سوان بحال هكا زوين هذا القماش البنات كيف ما كتشوفوا، راه علي مكمل صراحه. انا جربتهم بثلاثه جربتهم البنات، ديال الكيوي وهذا، لا ماشي بثلاثه سمحوا لي، ديال الكيوي وهذا والماسك، الماسك هذاك ديال الطين. مهم انا من بعد فاش كنغسل، المهم ضروري مني كنكون غادي ندير شي وصفه البنات ولا شي ماسك على وجهي، كو سوا ماسك ديال لي فارماسي ولا ماسك اللي انا وجدته بيدي، كنغسل وجه البنات دائما وكنقوميه عاد كندير شي ماسك باش كنحس بلا كنعرف بلا لابو ديالي راه هي نقيه مزيان مزيان ووجدتها باش تاخذ واحد الماسك وباش تشرب حتى دوك المنافع اللي كاينين في الماسك. دونك ضروري الوجه البنات يكون منقي، يكون مغسول، ويكون وتكونوا درتو قماش، واخا حتى الا ما عندكمش قماش زعما اللي كيتباع على برا، تقدروا تصاوبوا قماش ليكم بوحديتكم. المهم غادي نبقى ندهن هكا وغير بشويه البنات، ما تبركوش بزاف ملي تكونوا كديروا شي قماش حيت هذا فيه واحد الحبيبات ديال السكر صغير. المهم الا بركتي راه غادي اكيد غادي يتجرح الوجه ديالك، المهم خاصك تمشي غير بشويه وانت كتقومي بشويه بشويه الوجه ديالك، وأكدي على المنطقه ديال النيف ديال المنخار وعلى هاد البلايص هادو وهنايا وفي هاد البلايص هادو البنات، هادو هما البلايص اللي فين تاكدي اكثر شيء الا كانت عندك لابو ميكست ولا دهنيه، زعما تاكدي على هاد البلايص هادو. المهم انا غادي نكمل هكا، انا كنقومي وجهي بحال هكا حتى نقوميه مزيان، ومن بعد غادي نشلو بالماء دافي ونرجع عندكم البنات. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا، انا نظفت البشره ديالي من العنق بلا فابور زعما ما درتش لا فابور، دايا غادي نخلي لكم الفيديو راه غادي يبان في واحد الاي ما عرفتوش من هاد القنت ولا من هاد القنت، المهم غادي نخلي لكم فيها راه كنت درت فيها كيفاش تنقي البشره ديالك من العنق بلا فابور وكلشي باش تحلي المسامات وتحيدي لي بوان نوار الا عندك دي بوان نوار في البشره ديالك، غادي نخليها لكم هنايا حتى تمشيو تشوفوها وتعرفوا باش انايا كنحيد لي بوان نوار من الوجه ديالي. دونك كيف ما شفتوا البنات، انا غسلت وجهي، حيدت له ديجا المكياج، من بعد غسلته، من بعد درت القماش، يعني دابا البشره ديالي نقيه 100% ومستعده انها باش
باش تاخذ واحد الماسك اللي هو زوين غادي تستفد منه زعما البشره ديالي مزيان. دونك انايا انا نوريكم هاد جايبه كلشي هنايا كاع شنو غادي نستعمل في الوصفه. جايبه دايره في هاد الصينيه هادي جايبه معايا الحمام. المهم اول حاجه اللي هي النيميرو 1 وهي زريعه الكتان البنات هي هادي. راه كلشي كيعرف زريعه الكتان وكيعرف المنافع ديال زريعه الكتان. المهم كدير بحال هكا باللغه العربيه الفصحى البنات والله ما عرفت شنو كتسمى. المهم بالعربيه ديالنا زريعه الكتان وبالفرونسي لي غران دو لان. دونك هي هاد البنات هادي انا راه ما كتخطانيش صراحه البنات. راه كنديرها في لي سالاد وفي الصباح البنات ملي كنوض على الريق قبل ما ناكل حتى شي حاجه كناخذ معلقه وكنشربها كنديرها في مي وكنبلعها مع الماء دائما 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 البنات. هاد الزريعه هاد الكتان البنات غزاله وفيها واحد الفوائد غزاله للبشره ديالنا البنات والمزيانه للنظر البنات. علاش؟ حيت هي غنيه بالاوميغا 3 وبالفيتامين او. والفيتامين او البنات مهم جدا 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 للنظر. يعني حتى الا كنتي كتعاني من نظر قليل ولا الوليدات الصغار بغيتيهم زعما يقويو النظر ديالهم ولا هذا بقاي ديرها لهم في لي سالاد ديريها في الخبز. ملي تكوني كتعجني الخبز خديها زوقي بها هكا الخبز ولا ديريها في قلب الطحين ملي تكوني كتعجني مع الطحين وخلطيها باش الوليدات ياكلوها ويستافدوا منها. يعني راه زوينه بزاف بزاف كيف قلت لكم البنات غنيه بالفيتامين او وبالاوميغا 3 البنات مهمه وزوينه ومهمه بزاف 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 للجسم ديالنا البنات. دونك انا هاد الكراندولا البنات انا خديتها وطحنتها بحال هكا كتولي بحال هكا على شكل بودره. دابا غادي ناخذها غادي ناخذ معلقه البنات بحال هكا. المهم القياس اللي غادي نحتاج باش ندير به الماسك وغادي نحطو هنايا غادي نزيد واحد شويه بحال هكا وغادي نحطو هنايا في هاد الكويس بحال هكا. المهم هاد الوصفه راه هي معروفه البنات راه هي ديجا كاينه موجوده في يوتيوب ولكن انا ديما ملي كناخذ شي وصفه البنات كنبغي نزيد عليها داكشي ديالي انا كو ساسوا لي زويل ايسونسييل اللي عندي ولا شي 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 حاجه عندي ولا شي عشبه ولا شي حاجه مهم عندي انا وعارفها مزيانه للبشره كنبغي ديما نخلط هكا الوصفات ونجرب ونشوف في اللي مزيان وفي اللي ما مزيانش. دونك غادي نحتاجوا البنات الحليب وغادي نحتاجوا هذا سميتو يوغورت ناتور ولا لا كريم فريش القشده الطريه. غادي ناخذ بحال هكا غادي نوريه هكا ندير عيني ميزاني ندير شويه ديال الحليب مع هاد الوصفه هكا القياس اللي باش غادي نخلط انا هاد لي غران هاد زريعه الكتان. وغادي ناخذ معلقه من هاد اليوغورت بحال هكا غادي نديرها حتى هي هنا. انا البنات غادي نزيد عليه هاد الويلي سونسيال هذا سميتو اليكريز هذا هذيك سميتها واحد لا بلونط سميتها ايمورتيل ديال هذيك لا بلونط هذا واحد الورد صفر ديال منو جاي هاد الويلي سونسيال هذا. هذا البنات انا كناخذو دائما وكنخلطو مع لا كريم ديال الليل اللي كندير في الليل مثلا هذه ديال نوكس كنريق ربع ساعه كناخذها كناخذ قطيره من هذا وكناخذ شويه من هاد لا كريم وكنخلطو كنشوف فيه مزيان في يدي وكندهنو على وجهها البنات وكنديروا البنات. انا دايره هنايا في واحد الحكيك ها هو هنايا البنات في هاد الحكيك هذا دايره هنايا غنوريكم دابا كنوريكم ما صدقت كنوريكم حوايج واحد اخرين في هاد الحكيك البنات انا واخده هاد الجلد الويفيغا هذا واخده من دايره معلقه من الجلد الويفيغا واخده ثلاثه د القطيرات من هاد الويلي سونسيال ديال اليكريز وكنديروا البنات من تحت العينين هنايا من تحت العينين في الليل ديما 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 كنديروا البنات كيصفي هاد البلاصه هادي الا عندك داك هاد البلاصه هادي فيولي ولا زرقاء ولا صفراء ولا هذا راه كيصفي وكيحيد دوك لي بوش البنات خاصكم تعرفوا راه ماشي 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 هذا ولا هذا ولا هذا هو اللي غادي يحيد لكم هذاك الشيء. داك لي بوش البنات اللي كيكونوا عندنا هنا راه داك السموم اللي عندنا في الدات ديالنا كينعكسوا على هاد البلاصه عليها كنشوفوا الناس عندهم ما كيليمينيوش داك السموم اللي عندهم في الدات ديالهم فلهذا كنشوفوا عندهم لي بوش. دونك باش تحاربي دوك لي بوش اللي انتينا عندك بعدا خاصك تنقي شنو عندك لداخل شنو تنقي في الدات ديالك ديري لي ديتوكس شربي الماء مزيان حيت كل ما شربتي الماء
كل ما الجسم ديالك كيتنقى. شربي الشاي الاخضر مزيان حتى هو كينقي السموم اللي كاينين في الداخل. ديري لي ديتوكس ديال الكرافس، المعدنوس، الخيار، الحامض مثلا، هكا دي ديتوكس بحال هكا مع التفاح وبقيت تشربيه، راه كينقي داك السموم، داك السموم اللي عندنا لداخل. ويلا كاع ما عندكش هادشي هذا كامل، خدي غير المعدنوس غليه في الماء وبقيت شربي داك الماء ديالو مزيان، وكينقي لنا السموم اللي عندنا لداخل في الدات ديالنا البنات. المهم هادشي حتى نولي نجي ان شاء الله في فيديو واحد اخر وندوي لكم عليه بالديتاي. المهم غادي ناخذ البنات جوج قطيرات من هاد الزيت، هادي غادي نديرها على هاد الماسك. المهم هي هبطت القطيره الاولى، كنصينو القطيره الثانيه حيت راهي قربت سلام مسكينه، راه بزز باش كنعصرها. المهم جوج ديال القطيرات فوالا، هما جوج ديال القطيرات درتهم هنايا. واخا زريعه الكتان غنيه بالفيتامين او البنات، انا الفيتامين او ما كيخطانيش في مره، ديما كنزيدو في الوصفات. وفي الصباح البنات كناخذو حتى هو كل صباح كناخذ وحيده، هاد الكبسوله هادي كناخذ وحيده بحال هكا وكنشربها مع الماء. دابا انا هنايا البنات خديت ثلاثه ديال الكبسولات بحال هكا، هي طاحت فين مشات، ها هي. غناخذ ثلاثه ديال الكبسولات البنات، غادي نقطعهم بالمقص وغادي نزيدهم على هاد الماسك هذا. كندوي بزاف وقيلة، ويلي ويلي حسيت براسي دويت بزاف، ويلي 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 ويلي. المهم باش نفيدكم اخواتاتي، راه داكشي علاش دويت بزاف، راه انا من طبعي راه ما فياش كثرت الهضره بزاف، ولاني باش نفيد شي وحده منكم، واخا غير وحده منكم نفيدها وتجي وتقول لي حنانه حبيبه شكرا بزاف على الوصفه، راه هذاك هو الفضل. المهم انا درت دوك ثلاثه ديال الكبسولات البنات، انا نوريهم لكم، ها هما راني خويتهم. غادي نخلط هاد الشيء هذا هنايا هاد الوصفه هادي، وحتى الا بقات لكم البنات زعما درتو منها بزاف وبقات لكم، تقدروا تغطيو داك الكويس ولا داك القريعه ديروها في شي حاجه كتغطى. من الاحسن تكون ديال الدجاج البنات، ما تكونش ديال الحديد ولا ديال البلاستيك. المهم انا كنفضل دائما ديما كنشري بحال هاد الحكيكات هادو ديال الدجاج، وهادو كنشريتهم من المغرب البنات، كنشريتهم من السويقه، جاو من المغرب حتى لفرنسا ومن السويقه حتى لفرنسا البنات، كنشريتهم من تما. المهم كنفاش مني كندير وصفه ولا هكا وكتبقى لي، كنديرها في هاد القريعه هاد الحكيك بحال هكا وكنخشيها في الثلاجه. المهم ها نتوما شفتوا البنات كيفاش الماسك خلطتو، نوريكم مزيان فوالا، خلطتو بحال هكا. دابا غادي نشدو وغادي نحطو على وجهي وغادي نخليه من 25 دقيقه البنات حتى 30 دقيقه، ومن بعد عاد نغسل وجهي. دابا انا غادي ناخذ هذا الماسك هذا البنات وغادي نديرو على وجهي كامل، وما تخافيش حسابك راه فيه شي ريحه خانزه ما تعجبكش ولا هذا، بالعكس ما فيها حتى شي ريحه زوينه، عرفتي كنحس به رطب الماسك هكا زوينه. اصلا ملي كت تخلطيها مزيان وكتكون مطحونه هاد زريعه الكتان كطلق داك، حيت كيكون فيها واحد الجيل بحال جيلاتين داير، كتنشف على الوجه ملي كديريها وتخليها تنشف، وهذا كتجبد لك الوجه لواحد الطريقه زوينه. وانا البنات محيت هاد الوصفه هادي ما فيها حتى شي حاجه زعما شي حامض ولا شي حاجه اللي غادي يحرق لي من تحت عيني، كنديرها حتى من تحت عيني البنات بحال هكا، حيت ما فيها حتى شي حاجه، فيه وي الايسونسيال ديال اليكريز، فيه فيتامين او، فيه دانون طبيعي، كاع الوصف المكونات اللي في هذا الماسك هذا ما تخافوش ديروها من تحت عينيكم. غادي نخلي الوصفه على وجهي بحال هكا، نكملها بعدا الوصفه نحطها على عنقي وعلى وجهي وكل شيء ونخليها، ومن بعد البنات حتى تنشف ليا الوصفه. غادي ناخذ البنات الحليب ماشي الماء، ما تشليش وجهك بالماء، يا بالماء الورد يا الحليب، الا ما عندكش الماء الورد الحليب، انا ما عنديش صراحه الماء الورد، غادي ندير الحليب. غادي نفزك في القطينه، ناخذ القطن بحال هكا ونفزك في داك الحليب ونمسح به وجهي، ما نقيش كاع وجهي بالماء البنات. مور هاد الوصفه ما تقيسيش ابدا وجهك بالماء، خلي باش البشره ديالك تزيد تخدم فيها وتشرب داك الفيتامين او وداك الاوميغا 3 اللي كاينه في زريعه الكتان، والفيتامين او اللي حطيتيه، والوي ليسونسييل اللي انا حطيت. دونك الا كان عندك الماء ورد مسحي وجهك غير بالماء ورد من بعد ديري لا كريم، ما كانش عندك مسحي وجهك بالحليب. انا هادشي اللي غادي ندير، غادي نخليها من بعد فاش تنشف ليا الوصفه ودوز 30 دقيقه عليها، غادي نرجع وغادي نمسح وجهي بالحليب. المهم بقاو معايا دابا حتى تنشف الوصفه وغادي نرجع لكم، حتى دوز زعما 30 دقيقه على الوصفه ونرجع لكم. Thank you.
عليكم البنات، عرفتي وجهي مجبد ما كنقدرش نهضر. صراحة ما خليتش الماسك 30 دقيقه، خليته 28 دقيقه البنات، ودابا رجعت لكم كيف ما كتشوفوا الماسك نشف. انا جبت معايا هاد الزلافه وخديت الحليب به، غادي نحيد هاد الماسك كيف قلت لكم. دونك غادي ندير شويه ديال الحليب هنايا في هاد الزلافه بحال هكذا، وغادي ناخذ البنات القطن وغادي نفزقوا في هاد الحليب، نفزقوا بحال هكا القطن، غادي نخشيه هكا في هاد الزلافه بحال هكا وغادي نفزقوا مزيان. من بعد غادي نبقى نطابوطي على وجهي بهاد القطن هكا فازق بالحليب بحال هكا. هكا باش نحيد الماسك شويه بشويه. دونك غنبدا نجي لهنا قدام لافابو باش ما نطيحش. شفتو عرفتي كنحسب وجهي رطاب غزال غزال غزال. المهم البنات مسحت وجهي غير بالحليب، ما قصتوش كاع بالماء. دابا غادي ناخذ هاد لاكريم هادي ديال نوكس، غادي ناخذ شويه بحال هكذا البنات في يدي بحال هكذا، وغادي ناخذ نقيطه وحده من هاد الويل اسونسييل هذا ديال اليكريز. ناخذ نقيطه وحده غادي تهبط هكا فوالا، هيا هبطت نقيطه. وغادي نسخن هاد لاكريم هكا مزيان في يدي البنات، وغادي ندهن وجهي والعنق ديالي البنات. فوالا، وغادي ناخذ دابا البنات هذاك الجل ديال لالوي فيغا اللي فيه داك الويل اسونسييل ديال اليكريت، وغادي نحطو هكا من تحت عيني ومن فوق عيني بحال هكا، وغادي نخليه عيني زعما هاد المنطقه هادي تشرب ليا هاد الجل ديال لوي فيغا وهاد الويل اسونسييل اللي انا مخلطه معاه. حبيباتي الفيديو هي هادي، نتمنى تكون عجبتكم، ونتمنى نكون فدتكم في هاد الفيديو هادي. نتمنى القناه ديالي تكون عجبتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر، ونقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. سلامه.